الاكزيلاري ارتري ده اهم حاجة في منطقة الاكزيلا، ويمكن دايما ده بيتكرر في كل الامتحانات. فده امتداد السبكليفيان ارتري، بدايته منين؟ it begins at the outer border of the first rib. ادي الفيرست ريب اهو، بيبتدي عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست ريب. it ends at the lower border of the teres major muscle. طبعا ادي التيريز ميجور اللي هي البوستير وول اوف ذا اكزيلا، جزء من البوستير وول اوف ذا اكزيلا. وطبعا احنا عارفين ان البوستير وول اوف ذا اكزيلا اقصر اطول من الانتير وول، فالاكزيلر ارتري بينتهي بنهايه الاكزيلا اللي هو عند اللور بوردر اوف ذا تيريز ميجور ماسل. يبقى بدايته من عند الاوتر بوردر اوف ذا فيرست ريب، ونهايته عند اللور بوردر اوف ذا تيريز ميجور ماسل. لو شفنا البكتوراليز مينور ماسل هي دي، نشوف انها بتمشي ان فرانت اوف ذا اكزيلر ارتري. فبتقسم الاكزيلر ارتري فيرست بارت اللي هي above البكتوراليز مينور، second part وده behind البكتوراليز مينور، third part below البكتوراليز ايه مينور muscle. يبقى ده الفيرست بارت اوف ذا اكزيلر ارتري، وادي second part اوف ذا اكزيلر ارتري، وده الثيرد بارت اوف ذا اكزيلاري ارتري. لما يجي الريليشنز بتاعت الاكزيلر ارتري، ببص الاقي ايه؟ انا دايما احب ابتديها من السكند بارت. فلو مسكنا ده قطاع في السكند بارت اللي هو تحت البكتوراليز مينور، فاشمعنى السكند بارت؟ لان الريليشنز بتاعت البراكيال بليكسس او الكوردز بتبقى بتاعت البراكيال بليكسس مترتبه حوالين الاكزيلر ارتر، بحيث الميديال كورد يبقى ميديال، اللاترال كورد لاترال، البوستيرو كورد بوستير. يبقى لما يقول لي سكند بارت بمنتهى الثقة أقول له اللاترال كورد لاترال، اللاترال كورد أو براكيال بلكسس لاترال، الميديال كورد بتاع البراكيال بلكسس ميديال هو والفين اللي اسمه الأكزيلاري فين، البوستيرو كورد يبقى هنا إيه؟ بوستيرو. أنتيرولي في إيه؟ قال لك أول حاجة ده في السكند بارت، خد بالك كان في الأول بيبقى فيه البكتوراليز ميجور وتحتيها البكتوراليز إيه؟ مينور مثلا. يبقى ده الريليشنز اوف ذا سكند بارت اوف ذا اكزيلاري ارتري. السكند بارت ده منه اقدر اطلع للفيرست بارت او ارجع للثيرد بارت. لما نطلع للفيرست بارت بقى ابص الاقي حصل تغيير في الكوردز بتاع البراكيال بلكسس، بحيث بقى اول حاجه الكورد ده اللي كان اسمه ميديال كورد في السكند بارت بقى بوستيرور، يبقى البوستيرور فيه هنا الميديال كورد، وبالتالي يبقى ميديالي على طول في الاكزيلاري فين. امال اللاترال فيه ايه؟ قال لك في اللاترال كورد والبوستيرو كورد. يبقى الفيرست بارت انتيريورلي سكين والفاشيا والبكتوراليز ميجور، مفيش مينور بقى، في كلافي بكتورال فاشيا لان البكتوراليز مينور على السكند بارت. يبقى هنا سكين والفاشيا بكتوراليز ميجور وبعدين كلافي بكتورال فاشل، ده انتيور. بوستيرولي ميديال كورد اوف ذا براكيال بلكسس، ميديالي الاكزيلاري فين، لاترالي اللاترال كورد اوف براكيال بلكسس، والبوستيرو كورد بتاع البراكيال ايه بلكسس. نيجي بعد كده للسكند بارت زي ما اتفقنا، ميديالي الميديال كورد والاكزيلاري فين، لاترالي اللاترال كورد، بوستيرولي هنا ايه البوستيرو ايه كورد، انتيرو عرفنا بكتوراليز ميجور بكتوراليز مينور. نيجي الثيرد بارت بقى، الكوردز دي اللي هي حوالين البراكيال بلكسس قلبت برانشز، يعني اللاترال كورد ادى برانشز، الميديال كورد ادى برانشز، البوستيرو كورد ادى برانشز. البرانشز دي بتاعت الكوردز احتفظت بموقعها بالنسبه للاكزيلاري ارت. فبقى لاترالي البرانشز بتوع اللاترال كورد اللي هم عباره عن ماسكولوكوتينس نيرف يعني لاترالي، ونيرف تاني اللي هو ميديان نيرف، يبقى ده لاترالي. لما نيجي ميديالي اقول هنا
الميديال كوتينس نيرف اوف ذا فور ارم، وهنا الالنر نيرف، وبعدين الاكزيلاري فين، وبعدين ميديال كوتينس نيرف اوف ارم، يعني دولت اللي هم البرانشز بتوع الميديال كورد بتاع البراكيال بلكسس. بوستيرورلي البرانشز بتوع البوستيرور كورد بتاع البراكيال بلكسس، في اتنين مهمين منهم اللي هم الراديال نيرف اللي هو الكبير، والاكزيلاري نيرف او سيركمفليكس نيرف اللي هو ايه الصغير. يبقى هنا بوستيرورلي البرانشز بتوع البوستيرور كورد، لاترالي البرانشز بتوع اللاترال كورد، ميديالي البرانشز بتوع الميديال كورد. الله، امال انتيرورلي في ايه؟ قال لك سكين وسوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا، وبعدين جزء من البكتوراليز ميجور، لان البكتوراليز ميجور قصيره شويه عن البوستيرو وول بتاع الاكزيلا، فهي يبقى في البكتوراليز ميجور بتغطي جزء من السيرد بارت اوف اكزيلا ارتري، لكن في جزء تاني بعد كده من السيرد بارت برضه مش متغطي بحاجه، يبقى سب كوتينس اللي اقدر احس منه البلسيشن او النبضات بتاع الاكزيلا ارتري. يبقى لما اقول انتيرولي سكين وسوبرفيشال فاشيا وبعدين ديب فاشيا وبعدين جزء من البكتوراليز ميجور ودولت انتيرو. بوستيرور برانشز اوف ذا بوستيرور كورد، لاترال برانشز بتوع اللاترال كورد، ميديالي البرانشز اوف ذا ميديال كورد، ومعاهم الفين اللي بنسميه الاكزيلاري فين.